سؤال مهم، ازاي الجرثومة بتنتقل من شخص للتاني؟ احنا بنلاقي في حالات كتيرة جدا الجرثومة بتنتشر بشكل عائلي، بحيث الناس اللي عايشة قريب من بعضها ممكن بتتنقل ما بينها الجرثومة. بصوا يا جماعة، الجرثومة وباء منتشر في العالم كله، ونسبة الإصابات في العالم ككل حوالي 50%، وفي الدول النامية حوالي 70%، وبتنتشر بشكل أسري، فالترابط الأسري أو التجاور في الإقامة وغيره بيسهل انتشار الجرثومة. وأهم الطرق هي عن طريق الأكل والشرب الملوث، سواء كان بسبب طريقة التحضير في البيت أو خارج البيت. الطريقة التانية يا جماعة هي عن طريق اللعاب. وفي البيت لو افترضنا إن في أدوات مشتركة، هو ده الخطير في الموضوع يا جماعة، لو في أدوات مشتركة زي الفوط وبعض الفرش وغيره اللي بتسمح بانتقال اللعاب من شخص للتاني، كده هتنتقل الجرثومة. وبالتالي علشان نحافظ على نفسنا من الجرثومة وما يحصلش فيها انتشار جوه العيلة، أول حاجة بنحافظ على نظافة الأكل والشرب بقدر الإمكان، ده شيء مهم جدا. تاني حاجة إن يبقى في عندنا أدوات شخصية، الفوطة تستخدم بشكل شخصي، أكيد طبعا الفرشة ومعظم الأدوات، لأن زي ما قلت الجرثومة يا تتنقل عن طريق الأكل الملوث يا إما تنتقل عن طريق اللعاب. خلي بالنا من نفسنا وإن شاء الله مش هيحصل أي مشكلة. وأشكركم وإلى لقاء جديد إن شاء الله.